مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. الوزيران المشنوق وريفي على تناغم وتفاهم حول مصدر الاتهامات التي وجهت إلى وزير العدل بتسريب شريط الفيديو بشأن ما تعرض له بعض سجناء رومية. وقد شارك وزير الداخلية والعدل في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام عقد بمواكبة من الرئيس سعد الحريري، ولم تتوقف معالجة البلبلة التي حصلت عند هذا الحد، إذ أن هناك تفاهما أيضا على السير بالتحقيق القضائي حتى النهاية وعلى محاسبة مرتكبي جريمة الاعتداء على 3 سجناء. وفي رأي متابعين أن الرئيس سلام نجح في نزع الألغام الأمنية التي وضع إحداها الليل الفائت أمام الحكومة، وأن الرئيس الحريري نجح في تطويق الفتنة التي كانت محضرة للفريق الواحد، كما نجح في نيل ثقة أنصاره في إعلان شأن تيار المستقبل وزيادة منعته في الشارع. إذن اجتماع في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس سلام ومشاركة وزيري الداخلية والعدل. وصف رئيس الحكومة تمام سلام ما ارتكب بحق السجناء في رومي بأنه عمل مشين وغير أخلاقي، وهو مخالف للدستور اللبناني الذي يكفل حقوق السجناء مهما كانت التهم الموجهة إليهم أو الأحكام الصادرة بحقهم. موقف سلام جاء خلال ترأسه في السرايا اجتماعا لمتابعة موضوع تسريب أشرطة الفيديو من سجن رومي وهي تظهر عمليات تعذيب للسجناء، وحضره وزيراء الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والعدل الشفريفي ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير. وطلع رئيس سلام خلال الاجتماع على ملابسات قضية التعرض بالضرب لعدد من وزلاء سجن رومي إبان التمرد الأخير وعلى آخر ما وصلت إليه التحقيقات مع المتورطين، وطلب سلام من الأجهزة القضائية والأمنية المضي في تحقيقاتها بكل مهنية وشفافية لمعرفة تفاصيل ما جرى وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الجنائية والمسلكية بحق من تثبت مخالفته للقوانين والتعسف. وأبلغ سلام كل من المشنوق وريفي تأييده الكامل لكل الخطوات التي قام بها حتى الآن، داعيا إلى التعامل مع هذا الملف بروية وحصره في إطاره القانوني بعيدا عن الفرضية السياسية والتحريض. وأكد الرئيس سلام حرصه على حماية مؤسسات الدولة محذرا استغلال عمل شاذ في سلوك قوى الأمن الداخلي للإساءة إلى هذه المؤسسة الوطنية التي يشهد اللبنانيون لها قيادة وأفرادا لتضحياتها في حماية أمنهم والتصدي لأصعب المهمات وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية. وكان وزير العدل الشفريفي ولدى وصوله إلى السرايا أعلن رفضه الرد على الاتهامات الموجهة إليه قائلا إنها قمة الإفلاس وهي أبواق مدرسة بشار الأسد. أضاف: نحن سنمضي في التحقيق إلى النهاية، وهناك كرامة إنسان وصورة وطن أمام المجتمع الدولي، وما شاهدناه لا يشبه لبنان. وأضاف إن قوى الأمن الداخلي تعني لي تماما كطرابلس، والاتصال مع رئيس سعد الحريري هو للم الشارع، وأشار إلى أن ملف موقفي فتح الإسلام سينتهي في شهر تموز المقبل. وكان وزير الداخلية قد تفقد سجن رومي مؤكدا أن ما حصل لن يتكرر وأنه لن يكون له تأثير في السياسة. حمل انتشار التسجيلات المصورة لسجناء يتعرضون للتعذيب في المبنى دال في سجن رومي إبان اقتحام المبنى منذ نحو شهرين وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى عقد اجتماعات مع كبار الضباط في مبنى سرية السجون المركزية مطلعا على حقيقة عملية التعذيب التي أكد حصولها كل من السجناء قطيب الأسعد، الشيخ عمر الأطرش، ووائل الصمد الذين تعرضوا للتعذيب مع مجموعة أخرى، مطالبين المشنوق بعدم تكرار ما حصل لهم في المستقبل. بعد ذلك عقد المشنوق مؤتمرا صحفيا شدد فيه على نقاط 3: الاعتداء على السجناء غير مبرر، محاسبة مرتكبي الجريمة دون تهاون، وثالثا دعا لوجوب عدم نيل الخطأ الذي ارتكبه أي عنصر أو ضابط من مؤسسة قوى الأمن الداخلي. والخطأ أو الجريمة أو الارتكاب لا يبرر تناول قوى الأمن الداخلي أو أي جهاز من أجهزته، لأنه هذه مؤسسة لبنانية معنية بأمن كل اللبنانيين. ولكن بذات الوقت الرسالة الثانية بأنه غير مقبول وغير مسموح ومدان مسبقا ورح يتحاسب عليه بالصلاحيات الموجودة عند وزير الداخلية، وهي صلاحيات كبيرة ما سبق استعمالها تجاه أي ضابط أو أي عنصر بخالف الحقوق الإنسانية لأي سجين. نحن مش مسؤولين هون بالسجن عن الاتجاهات السياسية للسجناء،
أو طبيعة الارتكابات اللي يعملوها. أنا من موقعي ومن جهتي هعمل كل ما أستطيع لحماية مؤسسات الدولة، ولكن بذات الوقت لتصويب أي خطأ بيوقع فيها، وهالمرة حيكون تصويبه بصراحة بحدي وبأسوي، ولكن أيضا ضمن القانون. وتوجه المشنوق إلى أهالي الموقوفين بالقول هذا الخطأ لن يتكرر، وكل التسهيلات ضمن القانون ستتأمن، والموضوع بحاجة إلى وقت لتحسين وضع السجون. من جهة ثانية أكد المشنوق أنه لن يرد بالسياسة على أحد الآن، رافضا اتهام وزير العدل اللواء أشرف ريفي بتسريب التسجيلات. أنا بعتقد أنه مش ببساطة القول أنه المعركة داخل البيت الواحد. في ناس بيعتقدوا بنفس البيت بيعتقدوا أنه لازم يسيروا موجة شعبية بيستفيدوا منها، ولكن مش بالضرورة يكونوا مشاركين فيها أو متسببين فيها. أنا ما رح رد بالسياسة هلأ على حدا، بس يوم من الأيام أنا بعرف رد كتير منيح. المشنوق أوضح أن التوقيفات حصلت منذ شهرين والموضوع بقي بعيدا عن الإعلام، فيما الموقوفون هم 3 مسلمين و3 مسيحيين. ولفت إلى أنه منذ انتقال السجناء إلى المبنى الجديد لم يتعرضوا لأي اعتداء، ما يدل على نجاح التشكيلات التي حصلت. ومن ساحة النجم دعوات لتأليف لجنة تحقيق برلمانية في ممارسات التعذيب داخل السجون ولإقرار القوانين المناهضة للتعذيب في جلسة تشريعية استثنائية. مشاهد التعذيب في سجن رومي شكلت محور المؤتمرات الصحفية في ساحة النجم، إدانة بأشد العبارات من رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشيل موسى، الذي دعا إلى إبعاد كرامات الناس وحقوقهم عن التطييف والتسييس. إننا نطالب بالآتي: بإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين في مواضيع التعذيب في السجون والمغافر. ندعو إلى متابعة التحقيقات في هذا الشأن وفي غيره من عمليات التعذيب إلى النهاية. انعقاد مجلس النواب في جلسة استثنائية من أجل مناقشة وإقرار اقتراح الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب. النائب عماد الحوت طلب بانعقاد مجلس الوزراء بشكل عاجل وباتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف التعذيب والتوسع في التحقيق ليطال رؤساء المرتكبين، كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية. أدعو وزير العدل والقضاء اللبناني لإنهاء ملفات الموقوفين الإسلاميين والمبادرة خلال شهر رمضان بإطلاق سراح من لم يثبت عليه أي تورط فعلي في أي عمل إرهابي، إذ لا يجوز سجن أي إنسان لآرائه، وتسريع المحاكمات العادلة لمن بقي من الموقوفين وتكونت له ملفات قضائية واضحة، وإقفال هذا الجرح النازف خلال مدة أقصاها شهرين. النائب سمير الجسر طالب الرئيس نبيه بري بإدراج اقتراح قانون مناهضة التعذيب واقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. وسأسعى مع من يرغب من الزملاء والنواب بمراجعة كافة الكتل النيابية لحملها على اعتبار اقتراحي القانون هذان من تشريعات الضرورة في زمن عطلت فيه التجاذبات السياسية حول شغور موقع الرئاسة العمل التشريعي. أول اليوم في أمر نشر، يعني كنا نراجع فيه، كانوا يقولون أنه والله هذه مبالغات. بعتقد بعض الصور اللي شفناها يعني سقطت كل الحجج اللي تنحكى فيه بقصة المبالغة. في جريمة ارتكبت بحق ناس موقوفين ما فقدوا حقوقهم الإنسانية، فمفروض أنه الحقيقة يجري معاقبتهم بالكامل. النائب الجسر وإن أشار إلى علامات استفهام حول التوقيت، أكد أن الأمر لا يلغي مسألة وقوع التعذيب ووجوب وضع حد جذري لهذه الممارسات. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قال إن المحرك الأول لثورة الأرز هو كرامة الإنسان البشري، لذلك استنكر أشد الاستنكار ما حصل في سجن رومية، مطالبا بتحقيقات شفافة كاملة لتحديد المسؤوليات وباتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم حصول هكذا تصرفات مجددا مهما تكون الظروف. وفي حضور كل الجمعيات ذات الصلة بالحريات وحقوق الإنسان، نقيب المحامين جورج جريج دعا في مؤتمر صحفي إلى إنزال أقصى العقوبات القانونية بمن تثبت بحقه
تهمة الإرهاب والتعذيب مطالبا بنقل سلطة السجون إلى وزارة العدل، ودعا إلى انعقاد مجلس الوزراء فورا. ورا دعوة هيئات المجتمع المدني إلى التضامن والعمل يدا واحدة لتحرير لبنان من انتهاكات حقوق الإنسان. 2. دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد فورا دون انتظار نتائج المعالجة السياسية للخلاف الحالي، الانعقاد بكامل أعضائه وإلا بمن حضر، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الممارسات الشنيعة. 3. الدعوة إلى تنفيذ قانون نقل مديرية السجون من سلطة وزارة الداخلية إلى سلطة وزارة العدل، مع ما يعني ذلك من نقلة نوعية من دولة أمنية إلى دولة القانون. 4. تفعيل آلية تسريع محاكمة الموقوفين الإسلاميين وإصدار الأحكام المناسبة بحقهم ووفق كل حالة، مع التشديد على ضرورة إنزال أقصى العقوبات القانونية بمن تثبت بحقه تهمة الإرهاب. 5. إن نقابة المحامين تدرس طلب إنشاء مركز دائم لها في السجون المركزية والإقليمية. عقد في دار الإفتاء اجتماع موسع بين مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سالم سوسان ووفد كبير من هيئة علماء المسلمين في لبنان برئاسة رئيس الهيئة الشيخ أحمد العمري، وتم خلاله البحث فيما يتعلق بأشرطة تعذيب السجناء، وشدد المجتمعون على ضرورة إغلاق ملف الموقوفين الإسلاميين حتى لا يرتفع منسوب التطرف بين الشباب. ونتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم. من عين التين، الوزير أبو فعور لا يرى حلا للأزمة في المدى القريب ويدعو إلى اعتماد الدستور لأن مصالح المواطنين باتت على المحك. استقبل الرئيس نبيه بري في عين التين الوزير وائل بوفعور الذي دعا لإيجاد مخرج لهذه الأزمة السياسية والدستورية، خصوصا أن هناك أكثر من قضية على المحك بسبب التعطيل المتمادي في رئاسة الجمهورية وفي الحكومة وفي المجلس، كما أن مصالح المواطنين باتت على المحك. الأزمة السياسية تبدو أنها أزمة متمادية، ولا يبدو أن في الأفق هناك حل ما يلوح. حكما يجب إيجاد مخرج من هذه الأزمة الدستورية وهذه الأزمة السياسية. يجب أن يكون هناك اتفاق، وإذا لم يكن هناك اتفاق يجب أن يكون هناك احتكام إلى الدستور. أكثر من قضية هي على المحك في هذا التعطيل المتمادي في رئاسة الجمهورية في الحكومة وفي المجلس النيابي، وبالتالي شلل على مستوى كل المؤسسات في لبنان. ومن زوار عين التين وفد المؤتمر القومي العربي برئاسة الأمين العام للمؤتمر الدكتور زياد الحافظ والسيد محمد جباوي، وفي عين التين السيد محمد حرجلي. الوضع الإعلامي والدور الذي يجب أن يلعبه لمكافحة الإرهاب شؤون تناولها وزير الإعلام رمزي جريج مع وفد من رابطة النواب السابقين. وزير الإعلام رمزي جريش شدد على ضرورة معالجة الوضع الإعلامي الذي تحصل فيه بعض التجاوزات من وقت إلى آخر بكثير من الحكمة والدراية لكي لا يستخدم الإعلام كوسيلة لتخويف وترهيب الناس، وشدد بعد لقائه وفدا من رابطة النواب السابقين برئاسة ميشيل معلولي على ممارسة الحرية الإعلامية تحت سقف القانون. ركزنا على أن لبنان يؤمن بالحرية الإعلامية المكرسة في الدستور، ولكن يجب أن تمارس هذه الحرية تحت سقف القانون ووفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا، خاصة في هذه الظروف التي يواجه فيها لبنان الخطر التكفيري الإرهابي، وهذا الإرهاب يستعمل أيضا الإعلام كوسيلة لتخويف وترهيب الناس. معلولي من جهته لفت إلى أن الإعلام سلاح، إما أن يكون فتاكا أو أنه يبني المجتمع. معالي الوزير وافق
انه كمان يكون تحركنا نحن كرابطة نواب سابقين مع القيادات الفاعلة انه ما نترك اي شيء يأجج الوضع. وشدد معلولي على دور الاعلام في مكافحة الارهاب. الوزير الياس مصعب الذي جلى في مجمع بير حسن والمجمع المهني في الدكواني مبديا ارتياحه لحسن سير امتحانات التعليم التقني، اكد المشاركه في اي جلسه لمجلس الوزراء عندما يدعو اليها الرئيس سلام، وذلك انطلاقا من رفض التعطيل. نحن في مشكله على تعيينات، هذه التعيينات عم تعمل خلاف داخل مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء حاليا بغياب رئيس الجمهوريه العمل فيه منه طبيعي، وما فينا نمشي بالامور وكانه شيئا لم يكن. بغياب رئيس الجمهوريه في اليه توافقنا عليها، وهيدي الاليه اللي توافقنا عليها بتقول اذا في اكثر من مكون اساسي بالبلد عم يعترض على بند معين ما في يمشي هيدا البند هيك بالقوه. مشان هيك برجع بكرر للاشخاص اللي عم بيقولوا لا بدنا نفرض جلسه مجلس وزراء وبدنا نمشي مجلس وزراء بالقوه، بالقوه ما في شيء بيمشي. أعلن وزير الصحة وائل أبو فعور عن تأليف لجنة استشارية ستحقق في الأخطاء الطبية، مؤكدا ألا حصانة على أي طبيب. يعني مثلا هذه حالة لمواطن لبناني صار له يمكن سنة بيركض بين القضاء وبين النقابة بعد عدة عمليات، يا ريت الصورة أوضح من هيك، هيك شكل بطن الزلم. وزير الصحة وائل أبو فعور كشف عن لجنة استشارية ستشكلها وزارة الصحة للتحقيق في الأخطاء الطبية، مشيرا في مؤتمر صحفي إلى أن ملف الأخطاء الطبية واقع قائم في الوزارة، وقضية الطفلة إلا طنوس سلطت الضوء عليها، مؤكدا أن لا حصانة لأي طبيب. أولا لو تم التعاطي بقضية إلا طنوس بالنقابة بشكل مختلف لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، والقضية لم تقفل ولم تطمس، والتحقيق الذي حصل سواء في القضاء أو في النقابة حتى اللحظة هو تحقيق مجتزأ، ويجب أن يستمر هذا التحقيق مش ظلما للطبيب أو استهدافا لإله ولا فقط كرمال إلا طنوس، كرمال هذا السجل من الأخطاء الطبية اللي عم تتكرر في قضايا بيعرف فيها الرأي العام في قضايا ما بيعرف فيها الرأي العام. ستشكل وزارة الصحة لجنة استشارية تحقق في الأخطاء الطبية التي سترد إليها، وهذه اللجنة ستكون من 14 طبيب واختصاصي وكفاءة تم اختيارهم بناء على معيار الكفاءة، لا في معيار حزبي، لا في معيار سياسي، لا في معيار فيه. أبو فعور انتقد المؤسسات التي أقفلت تضامنا مع الطبيب معلوف موضحا أنها عادت عن قرارها لأنها وقعت بخسائر مادية وليس حفاظا على صحة المواطنين. في دار الفتوى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة مع سفير الأردن نبيل مصورة. كيف السبيل إلى ضبط أسعار الخضار واللحوم في شهر رمضان المبارك؟ وكيف يطبق ميثاق الشرف بين الوزارة وجمعية حماية المستهلك؟ الجواب في الفقرة الاقتصادية. ما هو ميثاق الشرف الذي وقع بين وزارة الاقتصاد وجمعية المستهلك ولماذا لم يطبق حتى الآن؟ ناتالي بان وحضرتك عضو في الهيئة الإدارية للجمعية، اليوم لماذا لم يطبق الميثاق؟ ونحن مثل ما نعرف شهر رمضان المبارك الأسعار غليت بجميع النواحي بالخضار وباللحوم. أول شيء بحب أقول أنه ميثاق الشرف تطبق مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة دكتور ألان حكيم مع بالاشتراك مع عدة تجار وأصحاب نقابات، كنا نحن مشاركين بأيدي الاجتماع. ميثاق الشرف كجمعية المستهلك لا ما منحبزه لأنه هو ما بيعطي حقوق المستهلك ديركت لإلهم. بخلال الاجتماع كان بين المعلومات أنه هن ما في ارتفاع للأسعار مثل ما الأشياء غير يعني ما كانت مزبوطة، في تجاهل لحقيقة ارتفاع الأسعار سبيشلي بشهر رمضان، ونحن نبين عنا بالتقارير كلها اللي عملينا والمؤشر الأسعار اللي بنعمله أنه في كتير ارتفاع بهيدي الفترة. ميثاق الشرف نحن ما كتير منحبزه لأنه ما عنده علاقة ديركت مع المستهلك، بالعكس نحن بدنا أن نطبق القرار التنافس ونخفف الاحتكارات ونعمل في قرار طالع
محدودية الربح، فنطلب من الدولة أن تطبق هذا القانون تبع هذا القرار، وبيكون هذا ديركت له إفيه للمستهلك. أنتم اليوم عم تنتقدوا وزارة الاقتصاد ببعض الخطوات، لماذا حتى اليوم لم يرفع أي تقرير دقيق بهذا الموضوع؟ في يعني خصوصا بأول نحن صرنا 4 أيام من شهر رمضان والأسعار بعدها على ارتفاع. نحن كجمعية المستهلك كل 3 أشهر عنا مؤشر الأسعار بيطلع على تقريبا 150 سلعة استهلاكية ل 90% من المأكولات اللي بنستعملها اللبنانية. خلال فترة رمضان بالتحديد عملنا مش كل 3 أشهر، 3 مرات على التوالي من 7 حزيران ل 15 حزيران، 3 مرات على التوالي شفنا مؤشر الأسعار كيف ارتفع، وأخذنا هذا التقرير معنا على الوزارة على الاجتماع وقت عملوا الميثاق، فرجيناهم ارتفاع الأسعار، حتى المركز الإحصائي تبع الدولة كمان مبين في ارتفاع أسعار، بس هن خلال الاجتماع تجاهلوا هذا الارتفاع. كمان بنصح المشاهدين انه يتلفنوا على 01-750-650 هو الخط الساخن لجمعية المستهلك ديراك، ونحن كمان عنا كل التقارير اللي من الشكوات اللي بتجينا كمان بنحطها للوزارة لتلاحق بالأمر. نزيد من الأخبار بعد هذا الفاصل. في الأخبار الإقليمية، المقاومة الشعبية تصد هجومين للحوثيين في مأرب وتعز، والجيش السوري الحكومي على بعد كيلومترات من تدمر. مزيد من أخبار المنطقة في هذا التقرير. صدت المقاومة الشعبية الموالية للشرعية في اليمن هجومين لجماعة الحوثي وحلفائهم من قوات علي عبد الله صالح في مأرب وتعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وحلفائهم. وفي السياق نفسه، سيطر مقاتلو المقاومة الشعبية على جبل جميدة الاستراتيجي في قيفة رداع في محافظة البيضاء، وعلى المجمع الحكومي في مديرية القريشية. من جهة ثانية، شن طيران التحالف العربي غارات على مواقع للحوثيين في مأرب ومنطقة عبس في محافظة حجة الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وعلى صعيد التطورات في سوريا، كشف المصدر السوري لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية السورية باتت على بعد 10 كيلومترات عن مدينة تدمر التي سيطر عليها تنظيم داعش الشهر الماضي. في المقابل، ذكرت مصادر للمعارضة السورية أن العشرات من عناصر القوات الحكومية والموالين لهم سقطوا بين قتيل وجريح خلال اشتباكات مع مسلحي المعارضة في ريف القنيطرة. وفي حلب، تسبب الطيران المروحي الحكومي بمقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين بينهم أطفال من جراء إلقاء ألغام بحرية على حي القصلية في حلب القديمة، كما ألقى الطيران بلغم بحري متفجر آخر على حي الكلاسة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين. في العراق، تستمر المناوشات الميدانية على محاور الرمادي بين القوات العراقية من جهة وتنظيم داعش من جهة ثانية. في غضون ذلك، كشف عضو خلية الأزمة في محافظة الأنبار غانم العسيفات عن قرب وصول أسلحة وعتاد أمريكي تم منحه من قبل واشنطن للمحافظة بشكل مجاني. في سياق منفصل، بثت وكالة الأناضول أن تنظيم داعش اعتقل 54 شخصا في مدينة الموصل بعدما اتهمهم بالتجسس لمصلحة القوات الأمنية العراقية. في المقابل، أفادت المعلومات عن مقتل 7 عناصر من التنظيم في منطقة الهبارية قرب قضاء النخيب في حملة للقوات الأمنية العراقية. أما في ليبيا، فقد تعرض موقع تابع لتنظيم داعش في مدينة سرت لقصف من قبل طيران مجهول، ما أدى إلى تصاعد عملة الدخان من المبنى الذي يعتبر الأهم بالنسبة للتنظيم، وكان في السابق مقرا لقوات الأمن الداخلي. وأسفر هذا القصف عن قتلى وجرحى، عدا عن تدمير آليات عسكرية ودمار كبير في المنطقة. وإلى الصفحة الرياضية مع داني حرب. اجتازت البرازيل عقبة الدور الأول لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا بتشيلي بفوزة على فنزويلا 2-1 بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. وسجل تياغو سيلفا وروبرتو فيرمينو هدفي البرازيل بالدقيقتين 59 ونيكولاس فيدور ميكو هدف فنزويلا بالدقيقة 84، وهو الفوز الثاني للبرازيل بالبطولة بعد الأول على البيرو 2-1 مقابل هزيمة واحدة أمام كولومبيا 0-1. فأنهت الدور الأول بصدارة المجموعة، في حين لقيت فنزويلا خسارتها تانية بعد الأولى أمام البيرو 0-1 مقابل فوز 1 على كولومبيا 1-0، فخرجت نهائيا من البطولة بعد احتلالها المركز الرابع بالمجموعة. وضمن المجموعة دي تعادلت البيرو مع كولومبيا 0-0، فتأهلت البرازيل وكولومبيا للدور ربع النهائي. نالت الألمانية أنجليك كيربير اللي سبق لها الصعود لدور قبل النهائي
بدورة ويمبلدون أول ألقاب على الملاعب العشبية بالفوز على تشيكية كارولاين بليسكوفا بنهائي بطولة برمنغهام بنتيجة 6-7 6-3 و7-6، وأهدرت كربار 4 نقاط لحسم المجموعة الأولى قبل ما تخسر المجموعة الافتتاحية، وواجهت صعوبات كذلك بعد ما كانت عم تلعب ضربة الإرسال لحسم المباراة والنتيجة لصالحها 5-4 بالمجموعة الثالثة قبل ما تتماسك لانتزاع اللقب. وقالت كربار اللي بلغت الدور قبل النهائي بويمبلدون ب 2012 بعتقد انه هالبطولة تحمل مذاق خاص بالنسبة لإلي لأنه أول ألقابي على الملاعب العشبية. فاز الإسباني لويس ليون سانشيز خيل بالميدالية الذهبية لبطولة الألعاب الأوروبية اللي أقيمت بباكو بأذربيجان بعد تفوقه بمنافسات الدرجات الهوائية على الأوكراني أندري غريفكو وتشيكي بيتر فاكوف. وساهمت الظروف الجوية بفوز الدراج الإسباني بالمرتبة الأولى، خاصة بعد ما سيطر الإسباني الآخر خيسوس إرادا على الجولة، فعند المنعطف الأخير فوق لويس ليون سانشيز خيل على الجميع. مع الصفحة الرياضية نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.